بل هذا خبز الويل وين شاريه دي هالخبز بعد مو شاريه يعني. من عند عبد الصمد انا الف مره قايل لك خبز من عند عبد الصمد ما نبي هذا شعرفه يسوي خبز هذا حد اذا يعرف شاي عبد الصمد احسن خباز في الديره وما مش خباز غيره في فريجنا تبينا نشتري لك خبز من عند اللي خبرك ايش فيهم اللي خبري اذا خبزهم احسن ليش ما نشتري من عندهم عبد الصمد خباز الفريج والخبابيز الباقيين بعيدين عن البيت وزيد ترى انك فوق مفهي انك بليد ايش فيه يعني اللي مشيت لك نص ساعه ويبقى لنا خبز عدل روح انت انا من غير عبد الصمد ما اشتري خبز ما اشتري ايه انا بروح وانت اللي بتوديني بعد حاجي يلا يا عبد الصمد عطتني مالي اصبر شوي جدو مكنوس شلون تعطيه قبلي وانا من ساعة واقف هذه حرمة لازم اعطيه قبلك ايش فيك انت ما تفهم هو عبد الصمد شلك بسلم عليك اهلا ابو زيد شلونك حيوك ما تبي خبز اليوم لا ما نبي عفو ليش ما تبي يا ابو عود بس بنروح نشتري من خباز ثاني وليش تشتري من خباز ثاني وانا عندي احسن خبز بالديره طال في وجهك احسن خبز هذه خبز ياكلونه الاوادم هذه حتى البقر ما يشتهونه شنو 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 خبزي بقره ما يشتهي وانا احسن خبز عندي في الديره يا فكنو اللي خليك اشوف الاوادم هذا هي متذبحه على خبزك شلون على تشوف انت اكيد ما تشوف اسال بوزيد بيقول لك ايش كثر ناس عندي يشترون اي والله اي والله وايد الله يزيدهم ان شاء الله الله يزيدهم هذه من سهاله الناس وسهاله الفاهي والله خبزك احد ياكله اللي ريحه العوم احسن منه باوود احترم نفسك ترى تغلط عليه ما يخالف لكن تغلط على خبز لا لحول يعني ايش بتسوي لما غلط عليك وعلى خبزك ليش في مخوي حبتك ايش بسوي اخليك تموت من اليوع وبان الدكان ما مش خبز بسك بصك باب البحرين سكت دكانك ولا بطلتها في الطقال يعني التحداني يا ابو عواد مو عليه عبد النور سكت النور من اليوم ورايح ما في خبز بشوف انا لابو عواد الله يهداك يا ابو عواد عبد الصمد احد يتنقرش به انت بروحك تعرفه راسه يابس مثل الصميه تروح تحمقه وتخليه يسك الخباز ايش عليك من هذه روح شوفه باكر اذا ما بطل تعال احسن لك شنبي انت يعني كنك ما تعرف عبد الصمد هذه اذا قال شيء عند الموت اهون انه يرد في كلمته ومن يبي يرد خلي سكه هو الخسران لا انا مو خسران حتى لو خسران بعد مو عليه بس ما احب احد يغلط على خبز عبد الصمد وهل طحين اللي شاريه وتارس بدكانك ايش بتسوي فيه باخشه اقدر اخش الطحين سنه كامل بعواد يقدر ما ياكل خبز سنة كامل بعواد إذا بالعناد يقدر يشتري خبز حتى لو من الزلاق أنت إذا صكيت دكانك ما بتضر بعواد بس لا لا أهل الفريش كلهم بينضرون شلون ينضرون خلي يروحون يشترون خبز من مكان ثاني علشان يعرفون قيمة خبز عبد الصمد وأنت ترضاها على أهل الفريش أنهم يشترون خبز مو بزين أنا ما أرضى أنا بس ما أرضى بعد أحد يغلط على خبز عبد الصمد زين 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 أنت اشتبي الحين حتى تبطل الدكان أنا أبي بعود يهني الدكان أول جدوم الناس أول شيء يعتذر حق خبز بعدين يعتذر حق تنور وبعدين يعتذر لي أنا وشلون يعتذر حق خبز؟ ياخذ خبز وهبه وبعدين يحط على يوبهته يجوز انت ابخس يجوز يخسي وعقب صمدو انا اروح اعتذر له ان شاء الله اتم عمري كله ما اكل خبز ولا اروح اعتذر له يا بعواد سكاك الخباز اللي بينضرون منه اهل الفريج كلهم مو انت بس لا ما حد بينضر اهل الفريج يقدرون يشترون خبز من خباز برا الفريج من قله الخبابيز في الديره بعواد المسألة مو مسألة قلت خبابيزة وكثرة سلمان اسكت من فضلك الحين بتهد لنا القضايا وبتهود للمسائل ما صار دي خبز
سلمان قصده ان الخبابيس الباجين بعيدين عن الفريج ونروح لهم فيه كلافة على الناس. انت تعرف منشتري الخبز الحين؟ الشياب والعيايز واليهال والخدم. وليش الشباب ما يشترون؟ عيب؟ لا مو بعيب، بس الشباب صايرين طول الوقت مشغولين، يعني ما عندهم وقت يروحون يشترون اكلهم. هذي بالله عليك شلون يقدرون يشتغلون؟ شلون يقدرون يكدون؟ ايه يا ولد الحجي، الله يعينك على اللي في راسك. ما عليك من اللي في راسي، وقول لي انت بتروح تعتذر حق عبد الصمد ولا لا؟ انا كلمتي وحدي يا سلمان. يعني ما في اذنك ماي؟ والله مري يا ابو زيد، ايش رايك تطل فيها؟ عبد الصمد باطل دكان وخبز، ما يصير كذي. لا قبل ما يبا عواد هني قدامكم ويعتذر دكان ما في بطل. واحنا شي خسرنا بعواد؟ بعواد هون خبز وهون تنور وهوني، قدامكم ما قدرتوا تسوون شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ايش تبينا نسوي فين؟ طقه خلاص، ما نبي خبزك. انا بروح اشوف خباز ثاني اشتري لي الخبز. روح اي خباز اللي نروح له، واقرب خباز على الاقل بينا نص ساعه مشي نوصل له. يعني يسوى علينا هالشقه؟ روح نشتري الخبز من الفرجان البعيده والخباز وسط فريجنا. اقول لك خوش خبز في ذمتك، هذه يسمونه خبز اللي جالس انت تاكله. على شو يسمونه يا العبقري؟ ارويد يا بعواد، انت جالس تضر روحك وتضر اهل الفريج معك. قصدك على روحتك اليوم وروح اشتري الخبز؟ ما فيه شيء. ايش فيه يعني اللي مشينا نص ساعة وحتى ساعة؟ يكفيني انك تمشي معي. انا من باكر مو برايح وياك. مو بلازم، بوصي واحد من اهل الفريج يشتري لي خبز وياه. ليش هالعناد؟ ليش ليش؟ ما تدري ليش؟ علشانكم يا الفهي. انتوا لمتى بتتمون على هالحال؟ يتحكم فيكم عبد الصمد ويدركم. عبد الصمد واحد من اهل الفريج، واللي سواها بسببك انت. قوم روح له، قوم روح له، مسح على شنبه وحجره حتى يخبز لك قرص تاكل انت ويوم علي يا الزطي. كملت هذا اللي كان قاصرنا بعد. سمعت الحكي اللي يقولون الناس؟ اي نعم، قريته في الجريده. يعني خلاص مركب لطحين بربق شبت في الضوء وقرق في البحر. انا لله وانا اليه راجعون. وما في مركب ثاني جاي في الطريق. يا ابو زيد، مشكله القمح صايره مشكله عالميه، والدول اللي تزرعه ما تصدر منه الا اللي يزيد عن حاجتها، وهذا قليل. اما الاسعار فقاعده ترتفع يوم عن يوم. يعني شلون؟ ما بناكل عيش ولا خبز، بنرد على ايام السمك والتمر. هذه اذا بقى في البحر سمك، واذا بقى تنخيل ناكل تمرها. عبد الصمد، الطحين اللي عند الخبابيس كله خلص، وكلهم وقفوا ما يخبزون، وما حد عنده طحين غيرك. شغلت نورك عبد الصمد وخبز؟ لا، اول يهني بعود يعتذر، بعدين انا شغلت النور. بعود، المشكله جالسه تكبر يوم عن يوم، وحالها في يدك، فهالله الله في هالفريجك. روح له واعتذر له يا بعواد. ما اروح له ولا اعتذر له، والخبز المعيوم بالذل ما بي. كنت ألومك على موقفك، بس الحين أقول كفو عليك يا بعواد. يا بعواد، يا بعواد، الحكي اللي جالس أنت تقوله الحين كلش ما له معنى عند الناس كلش. المهم الحين عندهم انهم يلقون الخبز حتى لو كان معيون بالتراب والطين. زين، اذا لاقين الخبز المعيون بالتراب والطين خلي ياكلونه، احسن من الخبز المعيون بالذل. وعبد الصمد ما بعتذر له. انت شو تسوي يا عبد الصمد؟ معقول الناس مو لاقي ياكل وانت صوك على الطحين ومعوند؟ ليش هالعناد؟ على تشالم تقول أبو عود الله يهدوك بس وصلحك. عيال وين حجيك عن فريجك وأهل فريجك اللي تحبهم
ومستعد تضحي بعيونك على شونهم. يعني هودي بس حاجي؟ لا عيال تحرك، افتح دكان، شاقل تنور، وروا كل الناس وعولهم بعول انك احسن منه. انت ثبت على كلمتك وخليتهم يعرفون قيمة خبزك. الحين خلاص المشكلة اللي اوني مني اهل الفريج صار اكبر من مشكلة بعود. افتح دكون يا عبد الصمد وشغل تنور. خلاص يا بعود، الناس فهموا الدرس اللي انت كنت تبغيهم يفهمونه، وما عادت المسألة الحين تستحمل العناد. تلاحق اهل فريجك وروح حق عبد الصمد اعتذر له، وبتبقى انت العود. روح له يا بعود. وزيد ودي حق عبد الصمد. الحمد لله ولدت. هاك 5 خبز. هاك ربيتين خبز. ربيتين. ربي خبز ربي باجله. يلا يا الصمد اخرتني، ايش فيك انت اللون؟ دقيقه واحد. عبد الصمد. ابو عود شلونك؟ الله يسلمك. عمر قرصين، واحد لي واحد لا. حاضر من عيوني الاثنين. تكبر مثل مولود، من يصنع بحور.